خشي سيرينا لتعليم الكروشي. كما عودناكم كل اسبوع نهبط لكم دي فيديو لتعليم الكروشي. اليوم الدرس نتاعنا باش يكون على دوبل بريد، كيفاش نعمل دوبل بريد اللي هي العمود باللفتين. قبل ما نبداو دونك الحصه نتاعنا التعليميه، حطوا لنا ابوني على شين يوتيوب اتلي كروشي سيرينا، ونزلوا على الكلوش الصغرونة باش ما تفوتوا حتى درس من دروس الكروشي، وحطوا جيم على الباش فيسبوك اتلي كروشي سيرينا اللي مجعولة لكم انتوما باش تبرتجيوا الخدمة متاعكم ونتناقشوا ونتفاعلوا مع بعضنا على الباش فيسبوك. توا باش نبداو دونك كيما العادة لازمتنا ابرخشينا باش الغرزة تكون لنا واضحة وباش قاعدين نتعلموا في الكروشي. دونك لهنا نخدم بابره نمرو 4 والخيط اللي يمشي مع الابره هذيه نتاعنا نمرو 4. دونك نخدمو السامبول دونك نتاع الدوبل بريد العمود بلفتين كما قاعدين تشوفوا لهنا اللي هو هذا. دونك عمود وفيه دونك زوز خطوط كما هذا. كيفاش نقراوها كما العاده؟ دونك باش نطلعوا في الدوره دونك نخدموا دونك الشينيت نتاعنا لي مايونير نتاعنا السلسله نتاعنا، وباش ندوروا باش نطلعوا دونك كما شفنا في البريد اللي احنا نطلعوا بثلاثه مايونير ولا بثلاثه شينيت ولا بثلاثه سلسله. في العمود بلفتين نطلعوا اربع سلسله كما قاعدين تشوفوا لهنا، اربع سلسله 1 2 3 4. دونك نبداو مع بعضنا كيما نعرفوا العاده. دونك نبداو بالنو نتاعنا دو ديماراج. دونك فوالا هذه حلقه البدايه. نبداو دونك واش نعملوا 3 4 واش نعملوا 10 وحيد 5 6 7 8 9 10 10 سلسله لهنا كيما قاعدين تشوفوا باش نوريكم الخدمه كيفاش باش تكون. قلنا باش ندورو لازمتنا 4. دونك 1 2 3 وعندي رابعه ديجا هذيه تاع عدد 10 اللي هي مش باش تتحسب. دونك ونمشيو نرميو في الثانيه. شنو معناتها؟ دونك خدمنا احنا 10 اللي يقفوا لهنا، خدمنا 10 سلسله اللي هما يقفوا لهنا باش ندورو. قلنا الدوبل بريد لازمتها 4 باش انا نحافظ ديما على عدد 10 باش نعمل 3، وهذه الرابعه نتاعنا اللي هي نمرو 10 في السلسله اللي بدينا بها، على خاطر دونك السلسله تتحسب في الخدمه كيف نعملوها باش ندورو في الخدمه. دونك السلسله نتاعنا تتحسب في الخدمه، هذيك علاش. دونك باش نبداو باش نعملو لفتين على الابره نتاعنا. دونك هذه الغرزه نتاعنا باش نعملو لفه اولى ولفه ثانيه على الابره نتاعنا. من بعد باش ندخلو في الغرزه باش نهزو معانا الفتلتين مع بعضهم كيما مستنسين العاده، باش ناخذو لي دو بران، باش ناخذو واحده برك، فما لي ياخذ واحده فما لي ياخذ زوز. انا نشوف كيف ناخذو زوز دونك الخدمه تكون ازيان. بعد ما دخلنا في الغرزه نتاعنا هذيا باش نعملو لفه على الابره ونرجعو نخرجو من الغرزه. اللي لاحظوا لهنا اللي عندنا أربعة غرز على الابره، 1 2 3 4 اربع حلقات على الابره نتاعنا. دونك توي ليكيا باش نبداو نخرجوا بزوز بزوز. كيفاش باش نخدموا؟ دونك باش نبداو نخرجوا بزوز بزوز. دونك نعملوا لفه على الابره نخرجوا بزوز لولينيين، لفه اخرى على الابره نخرجوا بزوز الثانيين، ولفه اخرى على الابره ونخرجوا بزوز اللي من بعدها. هكايا تكون عندنا الدوبل بريد نتاعنا ولا العمود بلفتين. دونك نعاودو مره ثانيه. دونك باش نعملو لفه اولى على الخيط على الابره، لفه ثانيه على الابره باش ندخلو في الغرزه نتاعنا، لفه على الابره ونرجعو نخرجو. نلقاو عندنا لهنا اربع غريزي فوق الابره، باش نلفو الخيط على الابره ونخرجو بزوز بزوز كيما تراو لهنا. لفه اخرى على الابره نخرجو بزوز، لفه مره اخرى على الابره ونخرجو بزوز. نعاودو مره ثالثه. دونك لفتين على الابره نخرجوا من الغرزه نتاعنا، نلقاو عندنا اربع غرزات على الابره، بعد نعملوا لفه نخرجوا زوز، لفه نخرجوا زوز، ولفه نخرجوا اللي مازالوا. دونك هذه هي العمود بلفتين. اللي لاحظوا اللي هي مش تكون اطول من العمود بلفه واحده، دونك باش يكون اطول كيما شفنا لهنا. دونك كل ما نخدمه كل ما تكون دونك اطول الخدمه نتاعنا. نعاودوا مره اخيره. دونك كيما شوفوا لهنا حتى لين نكملوا السطر نتاعنا ديما لفتين على الابره، ومن بعد نخرجوا بزوز بزوز. دونك لفتين على الابره ندخلوا في الغرزه نتاعنا ونخرجوا باثنين باثنين.
كما شوفوا لهنا نعاودوا مره اخرى. باه انا نحب نوصل لكم اخر سطر باش نعاود نوريكم طريقه الدوران. فوالا كما قاعدين تشوفوا لهنا بالطريقه هذه. فوالا بالطريقه هذه وهكا نكونوا كملنا السطر نتاعنا تاع العمود بلفتين دوبل بريد. كما قلنا باش نطلعوا باربع غرز، واحد اثنين ثلاثة اربعة، نطلعوا باربع سلسلة وندورو الخدمة نتاعنا ونخدمو في العمود نتاعنا اللي بين بعضو. دونك هذيا ديما كما قلنا هي التحسب. دونك بالطريقة هذي ديما نفس الخدمة، لفتين بالطريقة هذي، لفتين على الإبرة ندخلو في الغرزة متاعنا، نخرجو بالزوز بالزوز، لفتين على الإبرة ندخلو في الغرزة متاعنا ونخرجو بالغرزتين بالغرزتين من الإبرة. بالطريقة هذي ديما نقعدو نعاودو في نفس الخدمة متاعنا بنفس الطريقة. بالطبيعة إذا كان تخاف ولا ما تحافظوش على عدد الغرز ما فيها بس، دونك تحسبوا وتثبتوا اشاك فوا باش الخدمه ما تمشيش وتصغر لنا بالطبيعه. فوالا هذه الدوبل بريد نتاعنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحصه نتاع اليوم وعرفتوا كيفاش تخدموا الدوبل بريد العمود بلفتين. كان عجبكم الفيديو نتاعنا وعجبتكم الفورماسيون المجانيه نتاعنا نتاع تعليم الكروشي، حطوا لنا ابوني على قناه يوتيوب اتولي كروشي سيرينا، وبارطاجيو خدمتكم كما قلت لكم على الباج فيسبوك اتولي كروشي سيرينا اللي مجعوله لكم انتم باش تتفاعلوا، وتنجموا زادة تقترحوا موديلات نخدموهم مع بعضنا سور يوتيوب. اذا كان معناتها لقيتوا موديل وما عرفتوش تخدموه، سهله ياسر العمليه. دونك تحطوا لي على الباج ولا في ميساج على الباج ولا على المير نتاع الباج تصويره الموديل هذيا اللي عجبكم، دونك سواء روبا سواء شابو سواء اللي يعجبكم معناتها، ونخدمه لكم في فيديو وتنجموا تابليكيوه الكل الناس الكل. تمام، بقى كان نقول لكم الى اللقاء في الحصه القادمه من تعليم الكروشيه.